نهائي الأحلام بين البرازيل والأرجنتين لكوبا أمريكا 2007. هوندا بالتمرير ممتازة هنا من دورة، هدف أول، هدف للميلان، هدف في الدقيقة 25. ممتازة الكرة، جياكومو بونافنتورا يحصل على التمريرة من هوندا ويتحصل على المرور الممتاز، وكأن فيليبو إنزاغي يعطيه الكلمات ويعطيه التوجيهات في كيفية المرور وكيفية التواجد داخل منطقة الجزاء، لأن هذا ما اعتاد عليه إنزاغي عموما. جاءت التمريرة بعد ضغط كبير وبعد استحواذ كبير، بعد محاولات للروسينيري. هنا التمريرة في الأمام، مينيز مرر التمريرة، اصطدمت في عبد القادر غزال وجاءت لبونافنتورا يضعها في الزاوية المعاكسة تماما لأنطونيو ميرانتي، وهدف، هدف أول للميلان في اللقاء، هدف أول لجياكومو بونافنتورا في السيريا إيه.